الحمد لله افتتحنا أمس فعاليات شهر لمات ابتكار في إمارة الشارقة اللي هو أسبوع الشارقة الابتكار. هناك تفاعل الحمد لله كبير من الجهات الحكومية وأيضا من كثير من المؤسسات الأكاديمية. ومن الجدير بالذكر أن السنة هذه هناك تزامن بين الإعلان عن الفائزين في جائزة الشارقة الابتكار اللي هي تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، وأيضا ضمن الكثير من الورش التدريبية في هذا الأسبوع ما يقارب 70 ورشة، فالورش مختلفة في قطاعات مختلفة منها الصناعة ومنها أيضا التكنولوجيا وأيضا منها التجارة وغيرها من القطاعات إن شاء الله المفيدة بإذن الله.